وسهلا فيكم بالطلاب السينمائيه اللي بتنظمها الهيئه الملكيه الاردنيه للافلام. انت حابب وانت بتكتبه بس بعد في اشياء اللي بتخلي تجربتك تغير. كمل لرحله هادك سيده حوالين العالم بتدور على شيء اسمه هذا. مبسوط جدا لهي الحاله هي العرب اللي في الهيئه السينمائيه بنحب استديو الاخبار بيقولوا مدير الاضاءه. حاول بمعظم الأفلام بيبقى فيه شركة استخدمها. أنا بحكي لك إنه هذا الآيزو إن شاء الله استفدت يعني كان الفيلم وصلت لهدف الفيلم الكامل وما كان في ولا كاميرا بنابلس كان سينما تجارية وكأن حقيقة يعني أنا بين الجانب الأرض وكل فلسطين التاريخية مثل ما بيكون رواكي منظومة ثقافية. وشكرا لكم جميعا للمشاركين على وقتكم وعلى استماعكم ونراكم بطلة جديدة إن شاء الله.